بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نفعنا بعلومه في الدارين أمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، والمندوب لغة المدعو إليه. قلنا بأن المندوب هو متعلق الحكم، وأما الندب فهو الحكم. فبدأ يتكلم على أن المندوب ده اسم مفعول، والمصدر بتاعه إيه؟ ندب. ندب يندب إيه؟ ندبا، فهو مندوب، والذي يحصل منه الندب يسمى نادب. يبقى ندب إلى كذا، ندب إلى كذا أي دعا إلى كذا. فنحن نقول المندوب، هي أصلها المندوب إليه، ولكنهم حذفوا حرف الجر اللي هو إله فاستتر الضمير. المندوب إليه يعني المدعو إليه، وهو في اللغة المدعو إليه. ندبك فلان إلى كذا أي دعاك إلى كذا. ولذلك قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يدعوهم في النائبات على ما قال برهانا. فالندب يستعمل بمعنى الدعاء، الدعاء إلى الأمر. وأما الندب، أما المندوب، المندوب في الاصطلاح، فكما ذكرنا قبل ذلك أننا نعرف متعلق الحكم باعتبار وصفه لا باعتبار ذاته، وتكلمنا على هذه المسألة في درسنا الماضي. قال: واصطلاحا من حيث وصفه بالندب، يعني هذا الفعل نتكلم عليه من حيث أنه موصوف بالندب لا من حيث ذاته. قال: من حيث وصفه بالندب لا من حيث حقيقته، لا من حيث ذاته. وقلنا بأن هذه الحيثية حيثية تقييد، يعني بقيد تعلق هذا الفعل بالندب. وقلنا بأن هذا التعريف تعريف يا مولانا رسمي، لأنه تعريف بالعرضيات لا تعريف بالذاتيات. ما أي فعل، فما واقعة على فعل يثاب على فعله، أي من شأنه أنه يثاب على فعله فيخرج، فلا يخرج بذلك ما فعل من أجل الرياء، من أجل السمعة، من أجل أن يحصل فاعله على عرض من الدنيا زائل. فهو من حيث هو صالح لأن يثاب عليه ما لم يكن هناك عارض مانع من الثواب من نحو رياء وسمعة وعمل لغير الله سبحانه وتعالى، يثاب على فعله. وهذا خرج به الحرام، لأن الحرام لا يثاب على فعله وإنما يثاب على تركه. وخرج به كذلك المكروه، لأنه لا يثاب على فعله، بل إنه يلام على فعله ملامة لا تصل به إلى حد العقاب. والمباح، لأن المباح لا ثواب فيه ولا عقاب ولا يعاقب على تركه. وعرفنا
في الواجب ما هو العقاب وما هو الثواب بما لا نحتاج فيه إلى العود مرة ثانية إلى ذلك. قال: خرج به الواجب، لأن الواجب بيقول لك ولا يعاقب على تركه. الواجب لا يعاقب على تركه، هنا عكس، لا، الواجب يعاقب على تركه. وحينئذ فيكون المندوب إذا أردنا أن نعرفه من حيث وصفه بالندب لا من حيث ذاته، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب، قال: وشمل الفعل في الواجب والمندوب الفعل المعروف، يعني هو عندما قال ما هذه معنى فعل، الفعل بمعناه الشامل الواسع الذي يشمل الفعل، يعني بالمعنى الواسع يشمل القول، ويشمل القول اللفظي والقول اللساني، لأن الفعل معناه إيه؟ معناه مطلق الحركة، فيشمل القول اللساني لأن القول اللساني فيه حركة، حركة اللسان في حركة الفم، والفعل النفساني كذلك لأن فيه حركة فعل داخلي، فتدخل النية والأذكار لأنها فعل القلب، فالنية فعل القلب والأذكار القلبية حركة داخلية، ذكر بالقلب لله سبحانه وتعالى، واللسانية. وكذا يقال في المباح والمحظور والمكروه، يقال إيش؟ يقال إن الفعل المراد به الفعل بالمعنى الواسع، ويرادف، انتهى بعد ذلك من التعريف، بدأ يتكلم على مسألة أخرى، وهي هناك ألفاظ ومصطلحات متعددة للمندوب، منها التطوع والسنة والنفل والمستحب والمرغب فيه والحسن وهكذا. ما العلاقة بين كل هذه؟ هل العلاقة بينها علاقة الترادف، بمعنى أن كلها يعني لها مسمى واحد، فهي وإن اختلفت في الألفاظ إلا أن معناها في النهاية واحد؟ اختلف علماؤنا الشافعية في ذلك على قولين، ذهب الجمهور والأكثرون إلى أن المندوب يرادف التطوع ويرادف السنة ويرادف النفل ويرادف المستحب ويرادف المرغب فيه ويرادف الحسن، فكل هذه أسماء ومسماها واحد، وهو إيش؟ ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذه المرادفة انتبه إلى أنها مرادفة من حيث الاصطلاح لا من حيث اللغة، لأنها من حيث اللغة مختلفة، فمعنى التطوع يختلف عن معنى المندوب، يختلف عن معنى السنة، يختلف عن النفل، يختلف عن المستحب، يختلف عن المراغب فيه، يختلف عن الحسن، لكنها في الاصطلاح كلها لها معنى واحد، وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ثم ذهب أحد أئمتنا وهو القاضي حسين والإمام البغوي والخوارزمي، ذهبوا إلى خلاف ما ذهب إليه الجمهور، وقالوا إن الفعل المطلوب طلبا غير جازم. انتبه، عندهم الفعل المطلوب طلبا غير جازم قدر مشترك، إن وضب عليه النبي له اسم، إن فعله مرة له اسم، إن لم يفعله له اسم. طيب، يبقى القدر المشترك بين هذه الثلاثة هو أنها طلبت طلبا غير جازم،
لكن إن وضب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضب بمعنى أنه استمر على فعلها، فعلها على الدوام، لم يتركها إلا لعذر، فيسمى ذلك سنة. والشيء متى استمر عليه الشخص ولم يتركه صار عادة له، وإذا صار عادة له وطريقة كان ذلك منه يعني سنة، لأن السنة هي الطريقة والعادة. متى يكون الشيء طريقة وعادة لك؟ إذا كنت مواظبا عليه. فكأن القاضي حسين والبغوي والخوارزمي نظروا إلى هذا الملمح اللغوي في المصطلح، ورأوا أن الملمح اللغوي يؤثر في المصطلح، وإن فعله مرة واحدة فهو المستحب. يبقى المستحب عندهم هو الفعل المطلوب طلبا غير جازم الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، يكون مستحب. وإن لم يفعله يعني لم يقم به، إيه ده؟ ويبقى بتطوع. لكن أدلة الشريعة في غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم نصة عليه ودالة عليه، هو لم يفعله ولكن الشرع لم يمنع منه، بل عموم الشرع وأدلته الكلية نصة عليه. قال وإن لم يفعله صلى الله عليه وسلم فهو التطوع. إبقى هو الذي لم يفعله، وهو ما ينشئه الإنسان باختياره، والباء في باختياره للسببية يعني بسبب اختياره من الأوراد. يعني أنا عندي النهاردة مثلا 100 سبحان الله ومية الحمد لله ومية، من حيث هذه الهيئة المركبة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا استمرت عليه وماشي عليه، يبدأ إيه ده؟ تطوع. أو أنشأت محامد وثناءات من عندي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهذا تطوع لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم. طب والمندوب؟ قالوا المندوب شامل لهذه الثلاثة. ولم يتعرضوا، الضمير عائد لمين يا مشايخ الإسلام؟ القاضي حسين والبغوي والخوارزمي. ولم يتعرضوا للمندوب لشموله للأقسام الثلاثة، لأن المندوب شامل للسنة وللمستحب وللتطوع. ثم قال بعد ذلك على طريقة جمع الجوامع والقلف لفظي، أي الخلاف يعود إلى اللفظ ولا يعود إلى الحقيقة، لأن حاصله إيه؟ إني هل ما يسمى مستحب يسمى مندوب ويسمى سنة ويسمى تطوع ويسمى مرغب فيه ويسمى كذا ويسمى كذا؟ القاضي حسين يقول لا، والبقية يقولون نعم. فالقضية كلها كما ترون واقعة على الاسم. هل هذا يسمى بهذا الاسم وبغيره أم بهذا الاسم فقط؟ ثم بعد ذلك، بعد أن انتهى من المسألة الثانية في درس اليوم، المسألة الأولى في التعريف، المسألة الثانية في الترادف، المسألة الثالثة في هل المندوب إذا قام به المكلف تطوعا وتبرعا وندبا وإلى آخره، هل يجب عليه أن يتمه إلى آخره أم لا؟ وهذه المسألة مطروقة كذلك ومدروسة في الفقه. من دخل في صيام هل يجب عليه أن يتمه إلى آخره أم لا؟ من قام وصلى ركعتين وأتى، يعني مثلا أنا تأخرت، فواحد قال أما أقوم أصلي لله سبحانه وتعالى،
أو ما صلى ركعتين. أول ما صلى ركعة وجدني جالس على الكرسي وهبدأ الدرس، هل له أن يقطع عبادته أم لا؟ فهل الشروع يحتم المشروع ويجعل الاستمرار فيه واجب أم لا؟ الأصح لا، كما ذكر ذلك صاحب جمع الجوامع. قال ولا يجب إتمام المندوب بالشروع، الباء بالشروع معناها إيه؟ للسببية، يعني بسبب الشروع، فالشروع لا يكون سببا في وجوب إتمام المندوب. طيب لماذا؟ قالوا لأن النصوص الشرعية والأدلة الدينية المقدسة استدل الشافعية من خلالها على أنه لا يلزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقوم على نية الصيام ثم يسأل أهله هل عندكم يعني ما نفطر به أو ما نتغذى به، فيقولون له نعم عندنا، فيقول إذن أفطر وإن كنت نويت الصيام، وهكذا. وحديث الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقيس على هذا كما في المغني سائر المندوبات، يعني قيس على الصيام الصلاة وإلى آخره من العبادات. ولكن الأفضل أن يتم خروجا من خلاف من قال إنه يجب عليه الإتمام، وخروجا من المنع الذي ورد في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فيه خلافا لأبي حنيفة. طب تحت هنا في حاشية لطيفة، قال رحمه الله ونقل ابن المنير عن مالك مثل المنير ولا المنير؟ طيب ماشي، نبقى نحققها بعد كده، يلا. ونقل ابن المنير عن مالك مثل قول أبي حنيفة، نعم، النفل يضمن بشروع عندنا لأن المؤدي صار لله تعالى فعلا، فلزمه الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان لأن إبطال العمل حرام. قال الله تعالى بص قال لك ده إبطال للعمل، وكل إبطال للعمل حرام يكون هذا حرام. يبقى مولانا ممكن نعملها إيه بقى؟ قياس منطقي من الشكل الأول، عدم إتمام العبادة إبطال، وكل إبطال للعبادة حرام، يبقى إيه؟ عدم إتمام العبادة حرام، ينتج لك العكس إن إتمامها واجب. قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وصيانة ما مضى. طب والشافعية هيجاوب إيه بقى؟ فين الجماعة الشافعية؟ هتجاوب إيه الشافعية؟ ويقول لك لأن إبطال العمل حرام، هنقول له لا، ليس كل عمل إبطاله حرام، بدليل أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عازما على الصيام ولم يتم الصيام بل أفطر، وهذا يعني يرشدنا إلى أنه ليس إبطال كل عمل حرام. فدعواكم بأن إبطال كل عمل حرام ممنوعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ممنوعة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم، ما هو خلي بالك الصائم ده إيه؟ اسم فاعل، واسم الفاعل حقيقة في المتلبس به، واللفظ يحمل على حقيقته لا على مجازه. يعني إيه؟ أصل الحنفية ناقشونا في الكلام ده، قالوا يعني ده بالليل، إن كان عزم بالليل على إنه يصوم بكرة فممكن إنه هو يعني يصوم، وإن كان عزم يعني بعد ما عزم ليلا وما أردش إنه هو يصوم فما يصومش، فأطلقوا اسم الفاعل
يعني على ما سيأتي، على من سيتلبس بعد ذلك. ولكن هذا نقول لهم إنه إيه؟ إنه مجاز. والحقيقة أن اسم الفاعل إنما يطلق على المتلبس به حقيقة، وهو من؟ وهو من امتنع من الطعام والشراب بعد طلوع الفجر. ما مش ده الشافعي، ده الشافعي اللي بيقول كده. تعرف يعني ايه الشافعي؟ الناس ما تعرفش مين الامام الشافعي. فهمت يا مولانا؟ يبقى الصائم اي المتلبس بالصيام امير نفسه، وفي روايه امين نفسه، اي امين على نفسه. امير يعني ايه؟ يعني انا اللي قائد، والقائد يفعل ما يشاء. ان شاء صام، يعني ان شاء اكمل الصيام، مش ان شاء صام يعني شرع فيه، لا، ما هو شرع فيه خلاص. ان شاء صام يعني ان شاء اكمل صيامه، وان شاء افطر. طب ما هو افطر ديت لا تناسب حمله على غير المتلبس، صح كده؟ طيب ماشي. قول يا مولانا، خلينا برضك نرد على سؤال الحنفية احسن حد يقرا الحاشيه ويفتن بها. واما لا تبطلوا اعمالكم ممنوع، وان قلنا بانه نهي فالنهي هنا محمول على نهي الكراهه، والذي جعلنا نقول بانه محمول على نهي الكراهه بان النبي صلى الله عليه واله وسلم فعل واخبر. وصيانة ما مضى لا يتصور إلا بالإتمام، فيجب عليه ضرورة. يعني صيانة ما مضى، صيانة العبادة لا تكون إلا بإتمامها، والصيانة واجب، فيكون الإتمام واجب. كل ده عشان ما خلاص ردنا عليه. كمل. واحتجوا من الأثر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل. طيب مين اللي قال لك إنه أصلاً لبس اللامة في هذه الصورة أصلاً مش واجب على النبي؟ ده من خصوصيات النبي، أنه إذا لبس خوذة الحرب يعني إيه؟ خد القرار ما يرجعش فيه. ده خصوصيات النبي على كده. قال الزركشي: وهذا الاستدلال ضعيف. الله. وفي الحديث قال الزركشي: هذا الاستدلال ضعيف. وفي الحديث إشارة إلى الاختصاص، فقوله طيب لا ينبغي لنبي يدل على مخالفة غير النبي له. ما ينبغي، ما قالش ما ينبغي لأحد، ده تخصيصه يدل على أنه خاص به. ده قال ما ينبغي لنبي. طيب بس النبي ده شأن تاني، ما ينفعش ياخد قرار وبعد كده يرجع فيه. بنسميها بالمصري ايه؟ ما ينفعش ياخد قرار وبعد ذلك يرجع عنه. واحتج لأبي حنيفة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، دي من الحواشي اللي وضحها المحقق، يعني من الحواشي اللطيفة صدقا يعني. واحتج لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي لما قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. فين وجه الاستدلال؟ ما هو جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل إذا عملته دخلت الجنة. فذكر له الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ الحديث: هل علي غيرها؟ قال: لا، يعني ليس عليك غيرها إلا أن تطوع شيئا. ما هو ده يبقى استثناء عند أبو حنيفة متصل، واخد بالك؟ وإذا كان استثناء متصل يبقى المستثنى من جملة المستثنى منه، المستثنى منه إيه؟ واجب. يبقى المستثنى واجب كذلك. نقول له: لا، ده مش استثناء متصل، ده استثناء يا مولانا منقاطع. لكنك وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن ان تطوعت فلك ان تفعل.
ولك أن تقتل. اقرأ بقى تاني كده. كان في يعتبرون مستثنى من المستثنى منهم. يعني أين يضعون التطوع إذا كان ليس الواجب؟ لا، يضع التطوع في دائرة الاختيار في الإنشاء لا في الشروع. يعني هو سيدنا الإمام الشافعي جعل التطوع في دائرة الشروع وفي دائرة الإنشاء. فهنا بيقول له هل علي غيرها؟ قال لا، عليك غيرها إذا تطوعت. شايف اهو هنا فهمها ازاي. ولذلك ما ينفعش ان حد يجي يقول لك احنا عايزين الشريعة لا تثمر إلا قولا واحدا، تكون أحادية النظرة، أحادية الرأي. ولذلك ماذا تفعل في هذا الفهم المختلف من النص؟ اللفظ الواحد لك أن تحمله على الحقيقة ولك أن تحمله على المجاز على حسب ما ظهر لك من القرائن. ده هنا بيقول له هل علي غيرها؟ قال إلا أن لا إلا أن تتطوع. يعني ليس عليك غيرها إلا إذا تطوعت. أبو حنيفة فهم كده، الشافع ما فهمش كده. ليه؟ لأن الشافع عنده نصوص أخرى، عنده حديث الصوم، الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، عنده أدلة أخرى. ما الشريعة عندما تبحث لابد وأن تبحث في السقف كله، السقف اللي هو الأدلة كلها، لابد أن تنظر إلى أدلة بقاطبتها بأسرها. يبقى إلا أن تطوع. لكن أبو حنيفة بيقول إيه؟ بيقول التطوع دايرته عندي في الإنشاء، يعني له أن يتطوع وله أن لا يتطوع. فالتطوع قبل ليس ملزم، لك أن تفعل ولك أن تترك، لكنك إن فعلت صار بالنسبة لك لازما. طب يبقى كده مش تطوع. لا، تطوع باعتباري ما قبل الإنشاء. سيدنا الإمام الشافعي جعل التطوع في دائرتين، دائرة الإنشاء ودائرة الاستمرار. إنشاؤك ابتداء له أمر مخير فيه. اثنين، استمرارك أمر مخير فيه. أبو حنيفة يقول لا، الإنشاء أوافق الشافعي عليه على أنه مخير فيه، إن شاء أنشأ وإن شاء لم ينشئ. وعلى هذا حمل الحديث اللي هو إيه؟ اللي هو أمير نفسه، إن شاء صام يعني إن شاء أنشأ الصيام، وإن شاء أفطر يعني وإن شاء أنشأ الفطر. يعني ايه بقى انشاء الفطر على هذا سيدنا ابو حنيفه؟ قال يعني استمر فيه لانه اصلا مفطر، واخد بالك؟ لكن نقول له يا سيدنا الصائم ده اسم فاعل وهو حقيقه في المتلبس بالصيام، وهكذا. قول بقى تاني كده ومخمخنا الله يكرمك عشان الكلام ده كلام عالي قوي. واحتج بأبي حنيفة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي لما قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع شيئا. هل علي غيرهن؟ في حاجة تانية من واجبك، معنى الكلام هو هل هناك شيء آخر من الواجبات علي؟ قال نعم، إذا تطوعت ودخلت في التطوع. يا سلام، شو بقى ابو حنيفه هو بيفهم فهم عالي قوي، والشافعي بيفهم فهم عالي قوي 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 قوي. يلا، ما احنا شافعيه طبعا، نعمل ايه؟ معلش، احنا كده متمسكين بالشافعي تمسك شديد، ونحب سيدنا ابو حنيفه وسيدنا الامام مالك وسيدنا الامام كل ائمه الامه على رؤوسنا، ولكن احيانا بيبقى في حب زياده، هنعمل ايه؟ اللهم هذا قسمي فيما املك، فلا تلومني فيما تملك ولا املك. فاحنا بالظبط كده، الشافعي اثر عقولنا وقلوبنا. قال لا، الا ان تطوع شيئا.
والجواب من ثلاثة أوجه. الله، ده مين ده؟ كلام الزركشي صح؟ الإمام الزركشي رضي الله عنه وأرضاه انتفض لنصرة المذهب الشافعي. ها، والجواب من ثلاثة أوجه. أحدها قوله لا، أي ليس عليك غيرها، والاستثناء منقطع. الله، بارك الله فيك يا سيدي شلتوت، ماشي كمل. ما هو قال له لا، وقف كده. قال لكن انت طوعت، صلي بقى تطوع وافعل وكما شئت. يبقى هو وقف عند ايه؟ لا. وبعد كده الا ان تطوع، ده بقى كلام جديد خالص. لكنك ان تطوعت فلك بعد ذلك ان تكمل، ولك بعد ذلك الا تكمل. ده دليلنا مش علينا. ها، وثانيها من قوله تطوع. ماشي كمل. فسماه تطوعا. يا ده اسمه. قال له يا سيدنا ابو حنيفه، ده مسميه ايه؟ تطوع. والتطوع ده ما يفعله الانسان من عند نفسه وليس بلازم عليه. بس ابو حنيفه يقول لك ده تطوع ابتداء لكن ليس بعد التلبس. يلا. لكنهم يقولون تقديره إلا أن تطوع فيلزمك التطوع. فنقول التقدير على خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا بدليل ولا دليل. يلا. ونحن نقول تقديره فيكون لك أن تفعل، وتقديرنا أرجح لما ذكرناه. نعم، عندنا أدلة ترجح هذا. ما هي مولانا القضية كلها يا أخوانا، مدرستنا ومنهجنا المنهج الأزهري الوسطي، النصوص هي التي تحكمنا. انظر إلى الشافعي وإلى أبي حنيفة، لم يحكمهم إلا النصوص لا غير. فالذي بيني وبينك النص، كأنه هو بيقول للشافعي كده، الشافعي وأبو حنيفة بيقول اللي بيني وبينك إيه؟ النص. يلا هيا بينا إلى النص. فالشافعي الحمد لله أتى بكل النصوص ووضعها متجاورة، ونتج في الآخر إلى هذا. ثالثها أن الاستثناء إما أن يكون من غير جنس الأول فيلزم خلاف الإجماع، أو من ثواني، إما أن يكون من غير جنس الأول. لا كم إقراها تاني كده. ثالثها أن الاستثناء إما أن يكون من غير جنس الأول فيلزم خلاف الإجماع، فيلزم خلافة، فيلزم خلاف الإجماع. لو كان الاستثناء من غير جنس الأول، أنت دلوقتي بتتكلم على الصلاة، واخد بالك؟ بعد كده تروح داخل بقى في حاجة تانية، بتتكلم على الواجب، بعد كده بتتكلم على حاجة تانية، يبقى المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ده يبقى ايه؟ ده يلزم منه خلاف الاجماع. ماشي. ما هو الاجماع هنا يا شيخ؟ الاجماع على انه هنا من جنسه او من جنسه، فيلزم المدعى. طيب اقرا تاني كده، بيقول لك وثانيها من قوله تطوع. طيب فسماه تطوع وتقدير ارجح لما ذكرنا. ثالثها ان الاستثناء اللي هو الا ان تطوع إما أن يكون من غير جنس الأول، من غير جنس الأول. ما هو هنا بيقول له إيه؟ هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. يعني إيه؟ أنا معليش إلا الخمسة دول. يبقى عندنا دلوقتي أنا عندي خمسة، لو أنت هتجعل الثاني من غير جنس الأول هيبقى ده خلاف الإجماع، مع أن الإجماع قائم على أن احنا بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في الصلاة. فبتقوليش بقى ده التاني ده حاجة غير الصلاة. قال إما أن يكون من غير جنس الأول فيلزم خلاف الإجماع، لأن الإجماع قائم على أن الثاني من جنس الأول، أو من غيره أو من جنسه فيلزم المدعى، أو إن هو من جنس الأول، إن أنت بتتكلم على صلاة والتاني صلاة وهكذا، فيلزم المدعى. طيب نرجع بقى تاني بعد ما الزركشي
غرقنا في الثالث. وإنما وجب إتمام الحج والعمرة. هنا ده اعتراض وارد على، طيب هو هنا ذكروا فين ده؟ في تشنيف المسامع. وصلت الحاجة؟ هات لنا بقى النص بتاعه كده. شايف النت؟ سبحان الله، رضي الله عن النت وأرضاه. ولا يجب بشروع. هات بس سبت أنا بقى الكلام ده. جمع الجوامح ده يعني معشوقي. قال: ومن تلبس بنفل أو صلاة فله قطعها عندنا بالعذر وغيره، ولا يجب عليه القضاء، بل يسن يعني القضاء خروجا من خلاف من يعني أوجبه. نعم، يستحب الإتمام لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ونقل ابن المنير، ده كان اسكندراني يا مولانا، كان قاهري، كان بتاع ده مصري، قال: هو أحمد بن محمد ابن منصور ابن أبي القاسم ابن مختار ابن أبي بكر الجذامي الجراوي الأسكندري المالكي. اسكندري يعني منين؟ من عندنا هنا. مصر بلد العلم يا أولاد، لا هنا ولا هنا ولا هنا، مش هتجد مثل مصر. هتقول لي الحبيب والمحبوب هي مصر، رحت شمال رحت يمين هي مصر. اهو في حد عنده اسكندراني؟ المعروف بابن المنير. ناصر الدين ابو العباس عالم مشارك في بعض العلوم كالنحو، يعني كان لي في النحو ولي في العربية ولي في الأدب ولي في الفقه ولي في الأصول وفي التفسير والبلاغة. لا ده كان علمها في العلوم دي، وإحنا هنا أهو عمالين نلف حوالين نفسنا في أصول الفقه بقالنا 15 سنة. من مصنفاته البحر الكبير في بحث التفسير، الانتصاف من صاحب الكشاف، ديوان خطب المنير، هو الذي أخرج الاعتزال من الكشاف للزمخشري. وانت ضبطته ايه بقى؟ ابن المنير. مين اللي قال لك منير؟ طب حد معاه القاموس؟ طلع القاموس اكتب ناورا. ناورا هو القاموس اللي هيضبطها لنا، نطلع بفايدة بقى منكم، فايدة علمية يعني. مش قال ابن المنير أو المنير عن مالك مثل قول أبي حنيفة، واحتج له بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي لنبي إذا لبس لامته، هي هنا كتب لامته، أن يضعها حتى يقاتل. وهذا الاستدلال ضعيف، وفي الحديث إشارة إلى الاختصاص. فقوله لا ينبغي، طيب هو ذكرها كده، هي ايه المنير؟ طب هو حجه في الضبط برضك، احنا نشوفها برضك من القاموس حتى يطمئن قلبنا مولانا. هي نفس العباره، لان الاستثناء اما ان يكون من غير جنس الاول فيلزم خلاف الاجماع. طيب ما هنا بيقول له ما ينبغي، قال للأعرابي لما قال: هل علي غيرهن، يعني غير هذه الصلوات؟ قال: لا، الخمس، إلا أن تتطوع. طيب ما هو الصلاة المتطوع بها يعني زي الصلاة المفروضة، بمعنى أن هذه صلاة وهذه صلاة، فالمستثنى منه الصلاة والمستثنى هو الصلاة وليس شيء آخر. وأن من ادعى أن المستثنى غير الصلاة يبقى خالف الإجماع. هو بيقول كده: أو من جنسه. قال: لا، ده المستثنى، واخد بالك، اللي هو الصلاة المتطوع بها اللي هي الصلاة، من جنس الصلاة، لكن الأولى واجبة والثانية متطوع بها، يبقى هو ده المدعى. طيب ده بقى طبعة مين ده؟ ده هتلاقيه قرطبة، صح؟ طب هتقولنا بقى جبت حاجة من القاموس؟ هي المنير، وقمرا منيرا.
منير بقى جبت من منير ده نسبة لإيه بقى؟ هات المنير ولا المنير؟ مؤسسة الكتب. هي دي أربع مجلدات. شوف بقى ابن المنير كده. اكتب كده ابن ضبط ابن المنير. اكتب كده في عم جوجل رضي الله عنه وأرضاه وبارك الله فيه. تعلمنا من مولانا الشيخ جوجل كتير. ندعي له بالرحمة والمغفرة. خلصت شوية. هنا بقى في اعتراض، وهو إن العلماء قالوا بأنه إن دخل في الحج المتطوع به ابتداء لزم عليه أن يتمه، وكذلك إذا دخل في العمرة ابتداء المتطوع بها ابتداء لزم عليه أن يتمها. فلماذا فرقتم بين الحج والعمرة وبين غيرها من المتطوعات؟ وقلتم في الحج والعمرة يلزم الإتمام بالشروع، ولم تقولوا في الحج والعمرة إنه يعني كنا في الحج والعمرة يلزم الإتمام بالشروع، ولم نقل في غيرها من التطوعات أنها تلزم بالشروع. فأراد أن يجيب عن هذا السؤال وأن يقول: وإنما وجب إتمام الحج والعمرة أي المتطوع بهما، لأن نفلهما أي نفل الحج والعمرة كفرضهما أي فرض الحج والعمرة نية، يعني في النية، فإن النية في كل منهما واحدة لا تختلف. ففي الحج الواجب ينوي الدخول في الحج والتلبس به، وفي الحج المندوب ينوي كذلك الدخول في الحج والتلبس به، والعمرة كذلك. وكفارة، لأن الكفارة تجب في الحج الواجب والحج المتطوع به بالجماع المفسد، وكذلك في العمرة وغيرهما، يعني وغير النية والكفارة كانتفاء الخروج بالفساد. يعني الحج والعمرة إذا فسدت لا يخرج منهما بفسادهما، ولا يختلف ذلك بين المتنفل به وبين الفرد، فإن كل منهما لا يحصل الخروج منه بفساده، بل يجب المضي فيه بعد فساده. والعمرة كالحج فيما ذكر، وغيرهما ليس نفله كفرضه سواء فيما ذكر. فالنية في الصلاة، صلاة النفل، تختلف عن النية في صلاة الفرض، والنية في صيام الفرض تختلف عن النية في صيام النفل، وهكذا. قال: المباح. والمباح لغة الموسع فيه، يعني سمي مباحا لأن الله سبحانه وتعالى وسع فيه على المكلف ولم يضيق عليه. قال: المباح لغة الموسع فيه، واصطلاحا من حيث وصفه بالإباحة، من حيث وصفه بالإباحة تكلمنا على هذا بأنه يتكلم على متعلق الحكم الشرعي في هذه الحالة، من حيث أنه متعلق للحكم الشرعي لا من حيث ذاته، من باعتبار الوصف ده، باعتبار التعلق ده. قال: واصطلاحا من حيث وصفه بالإباحة لا من حيث حقيقته، لأن المباحات كثيرة جدا ويصعب حصرها وضبطها بالجنس والفصل، لكن ما هو يعني القاسم المشترك الذي يجمع كل هذه المباحات؟ ما هو الأكل مباح، الشرب مباح، الجلوس مباح، المشي مباح. طب كل واحدة من هذه لها يعني ضبط بالحد الجنس والفصل، ولكن ما هو القدر الذي يجمع كل هذه؟ القدر الذي يجمعها كلها أنها لا يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. اشتركت في هذا المعنى جميعها. في قلت طيب، قال المنير بالتثقيل المنير، قال الحافظ قلت مع فتح النون منير،
وكسر المثنات تحت. الجهاز بتاعك شكله بيحبنا ولا هو شخص ثاني؟ لا لا هو هو يا مولاه. قال عالم الديار المصرية. الله. أيوة الديار المصرية. خليكم بقى معنا شوي. ناصر الدين ابن المنير وأخوه زين الدين علي بن محمد. حدثنا عن يوسف ابن المخيلي. لا دي عايزينها ضبط يا رخرة. هو كتب بعد كده بقى ترجمته وقال إن هو مش عارف ليه كتاب إيه وكتاب إيه. وطيب لام هو ولا أنت؟ هو كتاب الانتصاف من الكشاف. توفي سنة 83 و600، يعني 683 بالأسكندرية. طيب حاجة حلوة هو رضي الله عن الأسكندرية. خد يبقى ابن ليه يا مولانا؟ ابن المنير. انتصرت يا مولانا. قال ما أي فعل، والفعل هنا المراد به الفعل بالمعنى الشامل. قال لا يثاب على فعله أي ولا تركه. لابد من وضع هذه الإضافة حتى تكون عامة، لأنه بيتكلم على إيه؟ على فعل وترك وثواب وعقاب، هتديك أربعة. يبقى لا يثاب على فعله ولا يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله ولا يعاقب على تركه. هو هذا هو المباح. قال لا يثاب على فعله، تكتب وتقول أو تركه، وخرج بذلك الواجب والمندوب. لماذا؟ لأن الواجب لا يثاب على، هنا بيقول لا يثاب لأن الواجب يثاب على فعله، والمندوب يثاب على فعله. طب ولو ترك برضك لا يثاب على تركه، ولا يثاب ولا يعاقب على تركه أو فعله كذلك. مراده أنه لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب، واضحة جدا. والمراد بالعقاب هنا العقاب في الآخرة. يبقى هو هنا زاد في التعريف إيه؟ زاد في الأول تركه، وزاد في الثاني فعله، حتى ينضبط التعريف. والقرينة على إرادة ذلك هي المقابلة ببقية الأقسام. المقابلة ببقية الأقسام تدل على أنه أراد من قوله على فعله أو وتركه، وفي القسم الثاني على تركه أو فعله. قال تدل على مباينته، يعني هذه المقابلة تدل على مباينة المباح لبقية الأقسام. والمباينة لا تكون إلا إذا قلنا بأنه لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله. فالأولى أن يقال في رسمه، والأفضل مع أن التعريف ده جيد وليس يعني مع هذا التفسير لا بأس به، الأحسن أن نقول فيه أي في تعريفه ما استوى طرفاه في نظر الشرع. ما استوى طرفاه، استوى طرفاه اللي هو إيه؟ الفعل والترك في نظر الشرع، يعني فعله كتركه لا ثواب ولا عقاب، وتركه كفعله لا ثواب ولا عقاب. يبقى ما استوى طرفاه اللي هو إيه بقى؟ الألف المسنة دي ألف التثنية عايدة لإيه؟ للفعل والترك. يبقى ما استوى تركه وفعله في الثواب والعقاب، بمعنى أنه إذا فعل لا ثواب، وإذا فعل لا عقاب، وإذا ترك لا ثواب، وإذا ترك لا عقاب. فهذه هي المستويات. والتعريف دوت لابن إمام، لا مش ابن إمام الكاملات، التعريف ده لابن الفركاح شارح الورقات، وهو شيخ ابن الصلاح. لا هو شيخ ابن الصلاح، وفي شرح منتحى لابن الصلاح على الورقات، هو مش لابن الصلاح ده، كذلك لتاج الدين الفزاري.
المعروف بابن الفركاح، شرح أيضا المنهاج في كتاب سماه بيان غرض المحتاج، شرح المنهاج اللي هو المنهاج الإمام النووي مطبوع في مجلدين، وهتلاقي عندك بتاع ده بي دي اف. ما استوى طرفاه في نظر الشرع فإن رسم المصنف يندرج فيه الحرام والمكروه بغير اعتبار التقسيم الذي ذكرناه، يعني بغير اعتبار المقابلة، يندرج فيه الحرام والمكروه، لأنه هيقول له إيه؟ لا يثاب على فعله. طب ما هو الحرام لا يثاب على فعله، ده يعاقب على فعله، فداخل هو معاك. طب والمكروه صح لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، طب ترك الحرام مش هيعاقب، ده يثاب إذا قصد ذلك امتثالا. طب ولا يعاقب على تركه، هيخرج معاك، هيدخل معاك المكروه، لأن المكروه لا يعاقب على تركه، صح كده؟ يبقى دخل فيه. لكن بالإضافة التي لاحظناها وبالإضافة التي ذكرها الإمام الرملي، في هذه الحالة يدخل يخرج كل من الحرام والمكروه، لأنه يقول لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على فعل تركه وفعله، فإن كل منهما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم، كما ذكرنا. ثم بعد ذلك شرع إمامنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذكر أسماء المباح، قال ويرادف المباح الجائز، كما أن المباح يسمى مباحا يسمى كذلك جائزا، ويسمى كذلك حلالا، ويسمى كذلك طلقا، كل هذه أسماء لمسمى واحد. ثم بعد ذلك انتقل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتكلم على المحظور أي الحرام، لغة الممنوع منه. محظور يعني إيه؟ محظور عليك، اللي هي البلوك، جماعة بتوع الفيسبوك بيسموها إيه؟ بلوك. بلوك يعني ايه؟ يعني حظر، يعني هو ممنوع من ان يدخل على صفحتي وانا ممنوع من ان ادخل على صفحته، واخد بالك؟ واكثر انا عن نفسي على الفيسبوك اكثر من صنعت لهم بلوك الاخوان والمسلمين والسلفية، عملت لهم بلوك، مش كمان مش ايه مش حذف من الصداقة، البلوك معناه أنه لا يراك ولا تراه، لأنه لو أنت حذفته من الصداقة ممكن يصل إليك، بالبلوك لا وصول. طب والحظر ده؟ ولذلك المترجم للغة العربية سماه إيه؟ سمى حظر، ومنه سميت الحظيرة حظيرة، حظيرة اللي هي يا مشايخ المكان الذي يجمع الدواب، سميت حظيرة لأنها إيه؟ بتمنع الحيوانات من أن تخرج منها إلا إذا فتح لها صاحبها، يسموها إيه؟ حظيرة مواشي أو حظيرة دجاج. عندكم حظاير ولا خلصت في الأرياف؟ في الأرياف في حظيرة، والجاموسة الماليزي لسه برضك بتتحلب وتنزل لبن ماليزي. طيب ده هي الحظيرة، مولانا سماها الحظيرة تسفيها لما تفعل، ونحن كذلك سميناها الحظيرة أو الخنزيرة. لماذا؟ لأنها يعني تبث الشائعات، ولأنها تحرض الناس على يعني أن ينالوا من بلادهم وأن يسيئوا إليها، ولذلك سميناها الحظيرة، يعني كأنها سبة فيها، عاملة زي الحظيرة. الحظيرة تجمع المواشي التي لا عقل لها، كذلك قناة الجزيرة أو الحظيرة تجمع هؤلاء الذين لا عقل لهم. كيف تفعل هذا بأخيك المسلم والعربي؟ كيف تسعى في إفساد دولته؟ كيف تسعى في إسقاط جيش من جيوش المسلمين؟
الذي يحمي البلاد والعباد. يبقى دي حظيرة ولا مش حظيرة؟ ويبقى اللي شغالين جوه بقر ولا مش بقر؟ ده البقر والله ما بيعملوش كده. البقرة ما بتحرضش البقرة اختها على حاكم البقر. طيب ما دخلناش في أمور سياسية يا مولانا. احنا مع 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 الجيش يعني قلبا وقالبا، لانه حامي الحمى وحامي الديار وضد الحظيرة عليها لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ومعهم ترامب كمان. قال: لغة الممنوع منه واصطلاحا من حيث وصفه، يعني من حيث وصف هذا الفعل بالحظر، يعني من حيث وصفه بالحرمة لا من حيث حقيقته. لماذا؟ لأن حقيقة وذوات المحرمات كثيرة. عندي الغيبة وعندي النميمة وعندي أكل أموال الناس وكل هذه لها حقائق مختلفة. الغيبة كلامية، أكل أموال الناس فعلية، لكن إيه القدر المشترك بين كل هذه؟ القدر المشترك أنها ما يثاب على تركها امتثالا ويعاقب على فعلها. طيب يا شيخ، ما أي شيء ما وقع على فعل يعني بالمعنى الشامل، يثاب أي يقع الثواب على تركه، على تركه امتثالا، يعني يا مشايخ الإسلام يعني قيد هذا قيد لبيان الواقع دفع به الشارع النقص عن التعريف، لأنه لا بد أن يقول إيه امتثالا، أن يتركه امتثالا، لأن الترك امتثالا هو الذي يقع عليه الثواب. أنت دلوقتي مشيت جنب خمارة، الخمارة هي المكان الذي يباع فيه الخمر، سميت خمارة لأنها مكان يباع فيه الخمر والعياذ بالله، ونظرت إلى هذا بعينك ومنعت نفسك من أن تدخل، يبقى تركت ذلك امتثالا أم لا؟ طيب انت مش داري وما تعرفش، وشفت الكوبايات ظنتها عصير تفاح، قلت ما انا مالي عصير تفاح، تركت شرب الخمر ام لا؟ تركتها، ولكن لا تثاب، لانك لم تفعل ذلك امتثالا. الامتثال يعني ايه؟ يعني قصد طاعة الله سبحانه وتعالى، وقصد الطاعة لابد ان يكون الشخص عارفا بالمقصود، صح كده مولانا؟ ويثاب على تركه امتثالا. خرج به الواجب، لأن الواجب يثاب على فعله لا تركه، والمندوب يثاب على فعله لا تركه، والمباح لأنه لا ثواب فيه. ودخل معنا ايه؟ دخل معنا الحرام اللي هو الأصل، ودخل معنا المكروه. ليه؟ لأن كذلك المكروه يثاب على تركه امتثال، صح كده؟ طيب واحد ترك الصلاة بعد صلاة العصر امتثالا لله سبحانه وتعالى وطاعة لربه، يثاب على هذا. واحد أصلا ما خطرش بباله بعد العصر حاجة، يبقى ده ترك ولكنه لم يترك امتثالا، يبقى الامتثال قيد في الثواب. قيد فيها مولانا في الثواب. خرج ويعاقب على فعله، خرج به المكروه. لماذا؟ لأنك لو فعلت المكروه لا تعاقب على فعله. قال: ويكفي. أجاب به الشارح عن اعتراض وجه على التعريف. انت قلت ويعاقب على فعله، طب ما هو ده، بص انظر الى الواجب، انت بتقول ويعاقب على ايه؟ على فعله. في الواجب يعاقب على ايه؟ على تركه. فينافي هذا العفو، ان ممكن واحد يعني يفعل الحرام ولا يعاقب،
وحينئذ لا يصدق التعريف. ممكن ربنا يوم القيامة يأتي ويعفو عن جملة كبيرة من كل الذين فعلوا الحرام، العفو وارد. طب يبقى التعريف، يبقى التعريف كده ما صدقش. هيجيب ويقول لابد من أن يعاقب واحد فقط. لماذا؟ حتى يصدق خبر الله حتى يصدق خبر الله سبحانه وتعالى، ويتحقق حينئذ التعريف في ذلك الشخص. قال ويكفي في صدق العقاب على فعله وجوده لواحد، يعني وجود العقاب في واحد ممن تركه من العصاة يعني من المخالفين لله سبحانه وتعالى، مع العفو عن غيره، مع العفو عن غيره من العصاة. أو يريد احتمال، ده الجواب الثاني، يترتب العقاب على فعله، أي يستحق العقاب على الفعل. وقلنا قبل ذلك أن ترتب الشيء على الشيء أعم من ثبوته له بالفعل. طبعا إذا قلت لك أنت تستحق تبقى أنت عميد الكلية الفلانية، ولكن لا يلزم من هذا أنك تنصب عميد على بالفعل، لكن أنت قد قامت فيك الملكات والصفات والشروط التي ينصب مثلك بها، ولكن لا يلزم أن تكون عميدا بالفعل. ويترتب العقاب على فعله، طيب، أي أن فعله ينهض سببا لاستحقاق العقاب كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو، لأن ترتب الشيء أعم من ثبوته له بالفعل كما ذكرنا. وخرج بقولنا بما زاده الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، امتثالا، أي بأن يترك المكلف الحرام بقصد التقرب لله سبحانه وتعالى. يبقى لاحظ، الحرام قصد بقلبه أن يتقرب لله سبحانه وتعالى. مر بجوار الخمارة التي تبيع الخمرة ويشرب فيها السكارة، وترك هذا الخمر، أي قصد منع النفس عن الدخول إلى الخمارة وإلى الشرب قربة للمولى سبحانه وتعالى، فهذا يثاب على هذا. ما إذا تركه لا بهذا القصد، يعني تركه هيتقال يعني إن أنا مثلا شيخ وبخش أشرب، مش هينفع. يبقى لم تفعل هذا لله وعلى ذلك فلا تثاب، أو لم تلاحظ أصلا إنها خمارة لأنك ما تعرفش، كل اللي قاعدين دول ما يعرفوش شكل الخمرة إيه ولا بتتصنع من إيه أصلا. خمرة الحديثة، أنت تعرف يا مولانا؟ امسك الميكروفون واعلنها قدامهم، أنت تعرف الخمرة بتتعمل من إيه؟ الشمبانيا بتتعمل من إيه؟ ما يعرفش. تعرف لون الخمرة إيه؟ ما يعرفش. ما بيتفرجش على أفلام عربي، أفلام عربي اللي هي الأبيض وأسود ديت كان فيها زمان الخمرة لون دي، لأنها معمولة من عسل، من التفاح والبصل. هات يا ابني كده على النت صناعة الشمباني، اقرأ هيقول لك معمولة من إيه. ده اطلاع على الواقع، ما هو أنت عايز ستذهب إلى بلدك وتكون يعني مدرسا ومفتيا ومعلما، فلا بد أن تطلع على الواقع. اكتب كده صناعة الشمبانيا الملعونة. أنا بقى عارف ليه، أنا مشربها الحمد لله عمري، ولكن اتفرجت على أفلام عربي كتير أفلام أبيض واسود، وقلما تجد فيلم أبيض واسود أو فيلم من الأفلام المعاصرة إلا ولازم يبقى فيه يعني منقوع السم هذا، صورتها
الشامبونية اسمه اسمها الشامبانيا. بيقول لك يا مولانا للطلبة يعني للعلم، نقدم لكم أبسط الطرق والوصفات لصنع النبيذ والفوديكا والبيرة بسهولة في منزلكم المبارك، لكن خذوا بعين الاعتبار عدد الجلدات التي تطولكم إذا تم القبض عليكم في بعض المناطق. يا لهوي 360 جلد ده فين دي يا ابني؟ المكونات اهي 2.5 كيلو بطاطا، 1 كيلو شعير ملت ومطحون، 50 جرام خميرة عالية الجودة، مياه الشرب. طيب شوف انت تعرف انها كانت بتعمل من البطاطا ده نوع منها. والشعير بيقول لك وعاء للتخمير 30 لتر، غلاية كبيرة للحليب. لا دي المعدات اللازمة. طيب ماشي. بيقول لك مراحل تصنيع الفوديكا لا تختلف طريقة إعدادها. يجب أولا يجب لو ما عملش كده يأثم. ما هو ماشيين بالمصطلحات هم. بيقول لك بعد كده اهرسوا البطاطا في المفرمة وهي ساخنة، أعيدوها إلى الغلاية على طبق تسخين بحرارة 60 درجة مئوية، أضيفوا ثلث الشعير وحركوا جيدا. إيه هو يعني؟ هو الطالب يا مولانا. خلاص حان وقت التقطير وتسخين البطاطا المهروسة، تذوقوا النبيذ على بركة الله. بعد كده بيقول لك كل ما عليكم فعله أنتم كصانع نبيذ هو السماح للخميرة بأداء عملها فيه على أكمل وجه، لأنها العنصر الأهم في الذي يمر من عصير العنب أو غيره من الفواكه أو نوع من الفواكه من ملائم لصنع النبيذ، خوخ، كرز، تفاح. طيب قديما كانت بتصنع فقط من عصير العنب يعني، أما الآن بسم الله ما شاء الله. خذ يا مولانا. طيب إيه بقى اللي خلانا يتكلم في الخمرة الملعونة دي؟ فإنه لا يثاب على تركه وإن كان لا يأثم، يعني هو لا يأثم لأنه لم يفعل، وإنما لم يثاب لعدم وجود يعني الامتثال، لا يأثم بترك هذا القصد لحديث الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بعد ذلك تكلم على شيء آخر وهو يعني أسماء الحرام. قال الحرام يسمى محظورا أو المحظور يسمى حراما ومعصية وذنبا ومزجورا عنه. من مزجور يعني إيه؟ يعني ذكر زجرك وصدك عنه، ومتوعدا عليه يعني الذي توعد على هذا الفعل هو الله سبحانه وتعالى، أي متوعدا عليه من الشعر، وحجرا يعني محجورا عليه. طيب ثم بعد ذلك تكلم على المكروه. قال والمكروه لغة المبغض، المبغض، ولذلك قال عندنا أبغض الحلال إلى الله طلاق، فالطلاق مكروه. وشرب الحاجات دي بقى مستحب. قال والمكروه لغة المبغض، والمكروه لغة ما نفر عنه الطبع. قيل يعني فيها تعريفات كثيرة. قال واصطلاحا من حيث وصفه بالكراهة، قلنا دي حيثية يا مشايخ لا من حيث حقيقته. ما بالمعنى الشامل فعل يثاب على تركه امتثالا، قلناها فيما سبق واضح. خرج به الواجب لأنه إنما يثاب على فعله، والمندوب لأنه إنما يثاب على فعله، والمباح لأنه لا ثواب فيه أصلا ولا يعاقب، أي ولا يقع العقاب عليه في الآخرة
على فعله خرج به الحرام، لأنه يقع عليه أي على فعله العقاب في الآخرة. وشملت التعريف المطلوب تركه بنهي مخصوص، والمطلوب نهي تركه بنهي غير مخصوص. يبقى التعريف هذا يصلح للمكروه ولخلاف الأولى، لأن كل منهما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، فهذا تعريف لخلاف الأولى والمكروه. طيب، وخرج بقولنا امتثالا ما إذا ترك المكلف المكروه لا بقصد الامتثال، وهذا صادق بصورتين: إما أن يتركه لا بقصد الامتثال، بمعنى أنه يتركه بقصد مثلا الخوف من البشر، أو لا يطرأ على ذهنه ذلك أبدا، فإنه لا ثواب له في تركه، فالأجود أن يقول في رسمه هو ما كان تركه راجحا على فعله في نظر الشرع، وحينئذ يفر من زيادة امتثالا، لأن هو من اللي زاد امتثالا؟ اللي زاد امتثالا الإمام الرملي حتى يصلح به التعريف. فالأجود في رسمه، وإن كان هذا جيد، أن يقال فيه هو ما كان، ما يعني فعل، كان تركه أي ترك هذا الفعل راجحا على فعله في نظر الشر. والصحيح لغة السليم، يتكلم هنا على الصحيح الذي هو حكم من الأحكام الوضعية، قال الصحيح السليم. هنا في حاجة يقول لك، قال في المصباح: الصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي، وقد استعيرت الصحة للمعاني، لأن الصحة في الحقيقة وصف للأبدان، تقول بدن صحيح، أما صلاة صحيحة لا، استعارة، ده مجاز. فقيل صحة الصلاة إذا سقط القضاء، وصح العقد إذا ترتب أثره عليه، وصح القول إذا طابق الواقع، وصح الشيء يصح من باب ضرب، صح يصح، ضرب يضرب، والجمع صحاح، والصحيح الحق وهو خلاف الباطل. الكلام ده هتلاقيه فين؟ في المصباح المنير للفيومي، والفيومي ده برضك من عندنا مصري، يعني هو العلم كله مصري. الشيخ الرملي ما هو مصري، وابنه الشيخ الرملي مصري، ده من مفية وده من مفية. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مصري، تاج الدين السبكي مصري، تقي الدين السبكي مصري، مات في مصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خلاص الشيخ زكريا الأنصاري مدفون جنبه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى الدنيا العلم كلها مولانا إيه؟ مصري. واصطلاحا من حيث وصفه بالصحة لا من حيث حقيقته، يعني من حيث إنه متعلق بالصحة لا من حيث لأن الصحيح أنواع كثيرة جدا وحقائقها مختلفة، فصحة الصلاة تختلف عن صحة الزكاة، عن الحج، عن العمرة، عن العقد، عن إلى آخره، وكل هذه لها حقائق تختلف في مفرداتها عن الآخر. طيب، ما الذي يجمعها؟ الذي يجمعها باعتبار أنها يعني تشترك في أنها متعلقة بالخطاب الذي دل على الصحة، هو
أنها متعلق النفوذ والاعتداد. قال: لا من حيث حقيقته، أي ما فعل يتعلق به النفوذ، والفعل ده إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة يتعلق به النفوذ، النفوذ بالمعجمة من نفوذ السهم، تقول نفذ السهم وهو بلوغ المقصد من الرمي. يعني أنت حضرتك دلوقتي وضعت شخص، هذا الشخص هو الذي يصل إليه السهم، فإذا ضربت السهم تقول نفذ السهم، يعني وصل إلى منتهى وإلى مبتغى، وهو الشخص الذي وضعناه مرمى للسهام. ويعتد به، والاعتداد معناه أنه يستجمع الشروط والأركان المعتبرة في حصول الشيء، بأن يستجمع ما يعتبر فيه، يعني كل ما اعتبره الشرع في هذه المعاملة أو هذه العبادة استجمع وانجمع واجتمع في هذا الفعل. قال: بأن استجمع، استجمع يعني اجتمع فيه، فالألف والسين والتاء تدخل للطلب غالبا، يعني بأن صار ما مجتمعا فيه ما يعتبره الشرع عقدا كان كالبيع والنكاح. فالبيع الصحيح هو الذي يجتمع فيه أركانه وشروطه، والنكاح الصحيح والذي يجتمع فيه الأركان والشروط، أو العبادة أو عبادة كالصلاة والحج كذلك. فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه، يعني الغاية التي جعلت للعقد كالبيع، إيه ما هي الغاية التي جعلت من البيع؟ لماذا أنشئ البيع؟ لإفادة الملك، أن البائع يملك الثمن وأن المشتري يملك السلعة، فهذا هو الغرض، إفادة الملك. والنكاح، فإذا أفاد البيع الملك كان بيعا صحيحا، وإذا أفاد النكاح أثره من حل الوطئ كان نكاحا صحيحا. والخلع اللي هو فرقة على مال بلفظ الخلع، إذا أفاد بينونة الزوجة فهو صحيح، لأن مغرض الخلع إيه؟ أن تكون الزوجة بائنة من الزوج، وأن تصير الزوجة أجنبية عنه، فإذا حصل هذا كان الخلع صحيحا. ومعتد به ونافذ، يعتد به ويكون كذلك نافذا لأنه وصل إلى مبتغاه. وإذا ترتب على العبادة ما يقصد منها، ما هو الذي يقصد من العبادة؟ سقوط القضاء يا أخوان. وإذا ترتب على العبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ما يقصد منها، أي من العبادة، فهي صحيحة وكذلك معتد بها. وإن لم تسقط القضاء، ما هو سقوط القضاء ده عند مين؟ ده عند الفقهاء. نعم ما يعني كل ما تقابلني تقول لي هم الفقهاء مش الحنفية، أقول لك وهتقرأ معايا بعد 50 سنة تقول لي الفقهاء مش هم الحنفية، أقول لك 50,000 مرة يسألني بيحفظها مني بلا قصد. طيب، وإن لم تسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر، لأن الشرع أمر المصلي أن يدخل الصلاة بطهر متيقن أو مظنون. دخل الصلاة الله أكبر، صلى، بعد ما ختم قال إيه ده؟ ده أنا كنت محدث وأنا قاعد بدرس مثلا يعني يبقى الصلاة التي صلاها دي تسمى إيه؟ تسمى صحيحة. وإن لم تسقط القضاء طيب، ما هو انت بتقول هنا كده، يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها سقوط الطلب، يعني يبقى الصحه هنا كفايتها في سقوط الطلب. هنقول الكلام ده. قال: وان لم تسقط القضاء،
كصلاة من ظن أنه متطهر. ثم تبين له حدثه وينشأ عن صحة العبادة. خلاص كده خلص، نخش بقى في كلام تاني لطيف وجميل. قال وينشأ عن صحة العبادة، يعني الإجزاء أثروا الصحة ناشئ عنها. يعني إيه؟ يعني أثرها إذا صحت العبادة فإنها تكون كافية في سقوط الطلب. فهمنا من شيخ الإسلام؟ فهمنا، بسم الله ما شاء الله. قال وينشأ عن صحة العبادة، ينشأ يعني يتولد من العبادة الصحيحة إجزاؤها، أن تكون مجزئة. وإيش هو الإجزاء؟ كفايتها، أي كفاية العبادة في سقوط التعبد. إيش هو التعبد؟ اللي هو الطلب. وعلى ذلك فنقول الإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد. فالأداء المراد به الإتيان بالفعل سواء كان في الوقت أو كان بعده، يبقى هو الأداء الكافي لسقوط التعبد. إيش هو الأداء؟ هل الأداء هو بالمعنى الاصطلاحي إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا؟ لا، المراد من الأداء هو إيقاع العبادة، وليس سواء كانت في الوقت أو كانت قبل الوقت أو كانت بعد الوقت، فكل ذلك أداء بمعنى إيقاع للعبادة. وسواء كانت مسبوقة بأداء مختل أم لا، فالأداء هنا شامل للأداء الاصطلاحي وللقضاء والإعادة. والمراد من التعبد طلب الفعل، يبقى سقوط الطلب بمعنى أن الطلب لا يتعلق بذمة المكلف مرة ثانية. ومعنى الإجزاء هو عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية، ويتحقق ذلك فيما إذا استوفى الفعل أدوات التمام وهي الأركان والشروط. ويختص الإجزاء بالمطلوب. انتهينا من هذا. بعد ذلك نتكلم على الإجزاء، هل هو وصف للعبادة وللمعاملة أم هو وصف للعبادة فقط، وهل هو وصف للواجب أم وصف للمندوب. طيب يلا كفاية كده النهار.